من الاشياء البسيطه والجديده اللي يمكن لينا نحضروا كنلقاو الفطائر ديال البطبوط، فاحنا يمكن لينا نشكلوا نوعو في الحشوات اولا العمارات اللي كنستعملوا فيها. تابعوا معنا. العماره ديال البطبوط اللي غادي نوجدوا غادي نحتاجوا لها الفروماج ديال الموتزاريلا محكوم، غادي نحتاجوا شويه ديال البصله مشلضه والكفته. هاد المكونات هذه غادي نخدموها بلا صوص ديال البيتزا، وبطبيعه الحال غادي نحتاجوا الملحه وشويه ديال المعدنوس مقطع. بالنسبه للبطبوط حنا سبق لينا وشفنا الطريقه ديال التحضير ديالو في الوصفات الاساسيه اولا في الحلقه المخصصه للوصفات الاساسيه. غادي ناخذوا شي اناء فاش غادي نخلطوا هذه المكونات هذه. كنديروا الفرماج ديال الموتزاريلا محكوك، البصله خضراء مشلضه رقيقه، وكنديروا الكفته. غادي نزيد المعدنوس مقطع، كنتبل بالملحه، وكنزيد لاصوص ديال البيتزا. كنمزجوا هاد المقادير كامله مع بعضها، والعماره كتبقى خضراء. غادي تعمل وسط من الفطائر ديال البطبوط، ومن بعد غادي نديروها باش كتحمر اولا كتشوى في الفرن اولا في الاله الخاصه بتحضير البانيني. هنا الكفته كنديروا ليها مزيان لاصوص ديال البيتزا حتى كتفزق. هاد الطريقه اولا هاد الوصفه كيمكن لها تكون واحد الفكره مميزه الا بغينا نعاودوا نستعملوا داك البطبوط اولا الفطائر اللي كيبسوا لينا وما كيمكن لينا شيء مازال نتناولوهم بحال هكذا. فكنجيبوا العماره ديال الكفته وكنديروا منها الكميه اللي غادي تلزمنا وسط من الفطيره ديال البطبوط، كندخلوها مزيان، كنحاولوا اننا نطلقوها على كاع الجناب بهذا الشكل هكا، وكنزلوها. فلاصوص ديال البيتزا وكذلك الطراوه اللي كاينه في اللحم يعني الماء اللي كاين عندنا في الكفته غادي يخليوا هذاك البطبوط كثير شي الا كان شي شويه يابس يعاود ترجع له داك الطراوه ديالو. بطبيعه الحال الكفته ديال اللحم تيمكن لينا نعوضوها بالكفته ديال الدجاج بحسب اللي متوفر عندنا في البيت. دابا غادي ناخذ ورقه ديال المطبخ كنزلها هكا في الاله سواء ديال البانيني اولا ديال لي كوفخ اولا اي اله اللي غادي تعطيني السخونه كيف ما كيمكن لي تماما ندخلها للفران. هاد الورقه ديال المطبخ غادي تحمي ليا الفطائر ديال البطبوط، وكنسد عليها باش يلاه تسخن ونعاود نحضر هاد الاخرين. طريقه من ابسط ما يكون لتحضير البطبوط معمر، وكذلك فكره ممتازه الا بغينا نعاودو نستعملو البطبوط اللي كيكون يبس لينا شي شويه. الا بغيتو الوصفه الاساسيه ديال طريقه ديال تحضير العجينه ديال البطبوط كيمكن لكم تشاهدوها على الموقع. بصحه وراحه.